ليست هناك أي جدوى، أي جدوى لأي عملية إصلاح أو أي ورقة إصلاح أو أي مشروع إصلاحي أو أي قانون إصلاحي بدون محاربة الفساد وضرب رؤوس الفساد. التجربة السنغافورية ليست عنا ببعيد. لي كوان يو عندما بدأ السلم يعني يغسل من الأعلى إلى الأسفل، فضرب رؤوس الفساد ومحاربة الفساد هي الخطوة الأولى في معالجة أي قضية اقتصادية أو عملية تصحيح اقتصادي أو مالي أو في أي قطاع آخر. فالفساد طبعا، والفساد أصبح منظومة يعني في العراق مع الأسف يعني المنظومة الأكثر وطنية، وأنا قلتها يعني من على منبرك ومع جنابك الكريم، لأن مع الأسف وكأنما القوى المتنفذة، أغلبية القوى المتنفذة تتفق في إجراء يعني في مسألة الفساد. يعني أغلب الأحزاب هناك كل الفساد ضرب أطناب في كل مفاصل الدولة العراقية وأصبح آفة. فبالفعل أي خطوة تصحيحية أو مشروع يجب أن يحارب الفساد. ولذلك يعني حبذا لو كان في البداية تفعيل قانون من لك هذا. الآن إحنا عندما نتحدث يعني في الصفحة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من ورقة الإصلاح تحدث عن إشارات لإصلاح بعض القوانين. لدينا قوانين، عندنا من 51 الكسب غير المشروع اللي هو بصيغة أخرى باللغة الدارجة قانون من أين لك هذا، لكن هل تكفي وجود الحزم الورقية أم إنها بحاجة إلى فعل وبحاجة إلى إرادة سياسية؟ فالإرادة السياسية في البداية يجب أن تستغل وتستثمر في ضرب رؤوس الفساد، وهذه هي الخطوة الأولى اللي راح تمهد لقانون استثمار صحيح، لقانون اللي الآن سيطر على إيرادات المنافذ الحدودية، ضرائب غيرها غيرها، عندما يكون هناك سيطرة على الفساد.